مللت من لعبة الشطرنج. عندي فكرة جديدة. ما هي؟ نلعب لعبة الخيال. لا أفهم. نتخيل القصة التي شاهدناها على يوتيوب أننا نحن الأبطال. حسنا، سأختار دور وحشي وأنا ألعب دولة بلال. هيا نبدأ اللعبة. نم على ظهرك كأنك تتعذب. لكن أين الحجر الذي تضعه على بطني؟ أين نأتي بالحجر؟ قدتها. والآن نبدأ. أحد 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 أحد.